موضوعي عبارة عن خلطات بهارات وقهوة إماراتية بالهيل والزعفران. هذه أول مشاركة لي في جناح الصنعة، والحمد لله حصلت كل الدعم من وزارة تنمية المجتمع. طبعاً واجد استفدت منها، شهرياً عندي ما شاء الله مبيعات من خلال هذا المحل. شاكر لكم كل الدعم اللي قدمتوا لي إياه من خلال وزارة تنمية المجتمع على إتاحة الفرصة لي أني أشارك معاكم في القرية العالمية لهذه السنة.